دكتور معلش، هو ينفع تنزل لنا يعني نموذج للامتحان مثلا، او حاجه شبه الامتحان بحيث ان احنا نتعود على شكل الامتحان؟ عندكم امتحانات قديمة بقى شوفوها، ما تستنيش معاك. لو في حاجة أقدر أساعدك بيها أساعدك، مفيش مشكلة. طيب المفروض دلوقتي إن أنا for some reason يعني هو سمح لي إن أنا يعني أعمل بتاع إن أنا أشير معاكم زي المرة اللي فاتت، يعني فكده أحسن يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، في محاضرة الريفيجن أهو، خلينا نبدأ أهو. بيقول لك دلوقتي عايز يعمل تريسنج، عايز يعمل تريسنج، فعايز يشوف دلوقتي M1 وM2 وM3 دي هتبقى قيمتها بكام. 3 يا دكتور. عايز ايه انت دلوقتي؟ سيبك من البلوك اللي موجود على جنب ده، عشان احنا هنعمل الكلام ده بايدينا. يعني هو عايز دلوقتي يشوف، ادي ام 1 اهي دلوقتي شايفينها بتساوي 10 قدامنا، وام 2 بتساوي 5، وام 3 بتساوي 6، وام 4 بتساوي 3. انا الكلام ده كانه مش موجود. سوري، الكلام ده كانه مش موجود بقى، وماله زهق. ماشي، الكلام ده كانه مش، انت مش شايفه، احنا هنعمله، احنا نطلعه بايدينا. ماشي، عايزين نشوف هيمشي ازاي البرنامج ده. هيبدأ في الأول خالص، هيسكان اف، هيدخل الأرقام، فدي فعلا ام 1 أهو هتساوي 10، وام 2 هتساوي 5، وام 3 هتساوي 6، وام 4 هتساوي 3، وعندنا فاريبل كمان اسمه توب، ده اللي هو عايز يطبعه في الآخر خالص. توب ده احنا مش عارفين بيساوي كام لسه، ده اللي احنا عايزين نوصله. فبيقول لك if ام 1 أقل من ام 2، يبقى انت اول كونديشن هتسال عليه، هل ام 1 اقل من ام 2؟ هل 10 اقل من 5؟ لا فولس. طالما الكونديشن بتاعنا فولس، بنروح على الالس بارت ننفذه، بنروح على الالس بارت ننفذه. فهتقول دلوقتي كده اول حاجه هتقول ان توب بيساوي ام 2، يبقى توب بيساوي كام دلوقتي؟ 5. 5، جميل جدا. بعد كده لقى عنده ايف ستيتمنت بيقول له ايف ان ام 3 اقل من توب. ام 3 بكام؟ ب 6. هل 6 اقل من توب؟ لا ترو ولا فولس؟ فولس، يبقى مش هعمل فولس، حاجة. يبقى خلاص، يبقى الكلام ده مش هيعملها. طيب يروح بعد كده على الايف الاخرانيه، ايف ام 4 اقل من توب، ام 4 ب 3، هل 3 اقل من 5؟ ايوه 3 اقل من ترو. 5، يس. يبقى هيروح يعمل ايه؟ هيروح يعمل لك توب بتساوي ام 4، يبقى توب بقى يساوي فيه كام دلوقتي؟ يبقى يساوي 3. 3. ده الناتج النهائي بتاعك، يبقى توب هيساوي 3، ده الناتج النهائي. طب انا هسالك سؤال، انا بقول لك وانت بتذاكر مهم جدا تبقى انت بتعمل اللي انا بعمل، اللي انا بقول لك عليه دلوقتي ده، انك تبدا تغير في الكود حبه صغيرين حبه صغيرين، وتشوف ايه اللي هيجرى فيه. طب هو واضح جدا كان البرنامج ده كان بيعمل ايه، كان بيجيب اصغر واحد في الليسته، بيجيب اصغر واحد، هو بيعدي على الاربع عناصر دول. ايه يا يوسف؟ لا معلش يا دكتور، دستور الغلط. آسف. طيب ماشي، مفيش مشكله. انا بقى دلوقتي هنبدا نزود شويه حاجات كده في البرنامج بتاعنا، صغير شويه صغيرين. لو حط هنا سيمي كولون بعد اف ام 3 اقل من توب، ايه اللي هيجرى؟ ده اللي احنا عايزين نفكر فيه. مش هيكزكيوت اللي تحت كله، نعم، مش هيكزكيوت بعديها، يعني مش هيخلي التوب بيساوي ام 3. بس هو اصلا ما كانش بيساويه. ايوه يعني كل اللي تحت ده مش هيحصل، يعني اخر حاجه هشوفها. لا لا، مش كده، انت كده بتقول كلام مش مظبوط. احنا قلنا ايه معنى، طب ايه معنى السيمي كولوم دي؟ عشان ساعات وهيعمل ايرور عامة، لا مش هيعمل ايرور. هيجنور الستيتمنت دي، نعم مش هيعمل هيجنور برينت اف. الستيتمنت دي ويدخل على اللي بعدها. احنا بس لازم فاهمين، انا اسالكم سؤال، ايه معنى السيمي كولوم لوحدها؟ حد ولا فاهم؟ حاجة. معناها اسمها النل ستيتمنت او النل ستيتمنت. النل ستيتمنت معناها ايه؟ ما تعملش اي حاجه. فهو هنا معنى كده ان ده اللي عايز اقوله لك بقى، ان ده دلوقتي بقى ميس الايند، المفروض ان هو يكون مكتوب كده، المفروض ان هو يكون على نفس المحاذاه. if ام 3 اقل من توب، وادي السيمي كولوم، يبقى توب بتساوي ام 3 زيها زي مين؟ زي الاف، على نفس المحاذاه. ايه معنى انها نفس المحاذاه؟ معناها ان هي مش دي الزين بارت، ان ده مش هيتعمل لو كان الكونديشن ترو، ولكن ده هيتعمل anyway، ده هيتعمل anyway. فهمت ازاي؟ فهمنا يعني ايه هيتعمل anyway دي ولا ما فهمناش؟ ان هو هيكمل البروجرام عادي بعد كده. طبعا. ايه اللي يخليه واقف يعني؟ ده امتى البرنامج بتاعك بيوقف؟
طب ماشي، السؤال ده مهم. امتى البرنامج بتاعك بيقف؟ ايه الحاجة اللي تخلي البرنامج بتاعك ما يكملش execution؟ لما اكون كاتب حاجة غلط في الكود. لا بص، execution معنى كده ان هو بيexecute already. كلمة execution معناها ان هو بيتنفذ already. فانا بقول لك يعني ايه اللي يوقف البرنامج بتاعك ما يكملش؟ لما يشوف ايه؟ ايه الحاجة اللي تخلص البرنامج تعمله termination؟ ايه علامة نهاية البرنامج عندنا في سي؟ ريتيرن زيرو. ريتيرن مش لازم زيرو، هنا void فما يكتب ريتيرن وخلاص. لو انت عايزه ما يكملش execution تعمل كلمة ريتيرن. ده معنى كلمة ان هو يوقف execution، ان كلمة ريتيرن. لكن لو انت في لوب بقول لك عايز اوقف اللوب، اللوب بنوقفها ببريك، السويتش بوقفها ببريك. لكن لو انا عايز اوقف البرنامج كله على بعضه اوقفه بريتيرن، هي دي الحاجة اللي عندك عشان توقف البرنامج. طيب ايه معنى بقى، نرجع تاني لسؤالنا، ايه معنى السيمي كولوم اللي ظهرت هنا في المكان دي اسمها النيل ستيتمنت؟ معناها ان لو الكونديشن ده ترو روح اعمل ولا حاجه. طب لو الكونديشن كان ترو هيعمل ايه؟ ولا حاجه. طب لو الكونديشن فولس ولا حاجه برضه، ما هيروح بقى هنا. يبقى فهو في الحالتين هيروح هنا، في الحالتين هيروح هنا، صح؟ معنى كده لازم ينفذ ستوب بتساوي من 3 بالعافيه غصب عنه، مش مزاجه يعني، تمام. والبرنامج هيكزكيوت نورمالي، هيكزكيوت نورمالي عادي، مش هيحصل له اوفر فلو ولا اي حاجه، عادي برنامج طبيعي جدا جدا جدا، مفيش اي مشكله. طب ايه المشكله بالنسبه لنا؟ مشكلة ان هو لوجيكالي ممكن ما يعملش الحاجه اللي انت مستنيها. لو احنا اتفقنا ان هو كان بيدور على اقل عنصر في الليسته اللي هي ام 1 و2 و3 و4، مين اقل واحد فيهم اللي هو 3؟ ها فهو في هذه الحاله ممكن ما يعرفش يجيب ان اقل رقم، ممكن يعني، بس هو في هذه الحاله هيجيبها ولا مش هيجيبها؟ عايز حد شاطر يقول. هيجيبها، هيجيبها ليه؟ عشان 3 اقل من 3، عشان اقل واحد هو اخر واحد. أيوة. عشان اقل واحد هو اخر واحد، صح؟ ان هو البرنامج بتاعه مش هيتاثر ان هو يعمل اساينمنت للتوب بتساوي ام 3 ليه؟ لان دايما ام 4 اقل من اي توب هيكون، لان ام 4 هي اقل واحد. فاللي خلى البرنامج ده اكزكيوت نورمالي ولوجيكالي صح رغم ان هو مكتوب بطريقه غلط، ان هو عمل ايه؟ ان احنا الكونفيجريشن بتاعنا ان كان اقل واحد هو 4، ام 4 ام 4 هو ام 4 اللي هو اقل واحد هو اخر واحد. طيب انا بس دلوقتي عشان اتاكد ان انتوا فاهمين يعني اللي قلنا قلته ده كويس، انا همسح كده كل اللي مكتوب ده اهو، ان انا همسح اللي انا كاتبه هنا. عايزين نعمل تريسنج من الاول خالص، وهغير كمان القيم بتاعت ام 1 وام 2 وام 3 وام 4، هغيرهم. ها هسيب السيمي كولوم عشان اثبت لك بس ان البرنامج ده مش هيبقى مشتغل مظبوط. حط هنا ام 1 هي اللي ب 3 وام 4 هي اللي ب 10، ماشي؟ يبقى دي ادي ام 1 3 ام 2 5 ام 3 6 ام 4 10، والتوب لسه مش عارفين له قيمه. جميل، هيبدا يكزكيوت. هل ام 1 اقل من ام 2؟ ايوه ترو. جميل، يبقى هيخلي ام 1 بكام؟ هيخلي التوب بكام؟ ام 1 اللي هو 3. حلو قوي، يبقى خلاص، يبقى احنا لحد هنا اكزكيوتد وده اكزكيوتد وده اكزكيوتد. ايه ده، هو اكزكيوتد ان احنا عديناه يعني، عديناه هو ما اتنفذش، بس احنا خلاص مش هنبص على الحته دي. نبدا بقى نشوف هل ام 3 اقل من توب؟ يس ولا نو؟ مش هتفرق يا دكتور عشان السيمي كول. ايوه، حتى لو طلعت نو، حتى لو طلعت نو هيروح ينفذ مين؟ هيروح ينفذ توب بتساوي ام 3 عشان السيمي كولوم. لو السيمي كولوم مش موجوده مش هينفذ الجمله دي. ها فيخلي توب بتساوي ام 3، لا توب بتساوي 6. ايوه، يبقى كده بوظنا بقى البرنامج، صح؟ اوكي، بيقول لك ايه في ام 4 اقل من توب؟ هل ام 4 اقل من توب؟ هل 10 اقل من 6؟ ها ايوه ايوه، 10 اقل من 6؟ لا قصدي 10، لا العكس، اسف، لا العكس، صح العكس. معنى كده ايه؟ هيبرنت كام بقى دلوقتي؟ هيبرنت 6. يبقى غلطة غير مقصودة منك وانت بتكتب الكود غيرت الفانكشن بتاعت البرنامج بتاعك. لو انت نسيت وتلخبطت وحطيت سيمي كولوم مكان بعد الايف كونديشن، ممكن ايه؟ يبقى انت كده بوظت الدنيا. ليه؟ لان السيمي كولوم از ستاند الون ستيتمنت. عندنا في السي السيمي كولوم عبارة عن ستاند الون ستيتمنت. طب احنا نتسأل ازاي في الامتحان في برنامج زي دوت؟ هجيب لك برنامج يعني زي اللي موجود قدامك ده، واقول لك ام 1 بتساوي كذا وام 2 بتساوي كذا وام 3 بتساوي كذا وام 4 بتساوي كذا، طلع لي الاوتبوت. ها؟
هيبقى كاتب لي ان التوب هتساوي كذا مثلا، اجيب لك ام واحد بتساوي 10 وبعد كده اغيرهم شويه مش عارف ايه واقول لك الاوتبوت هيساوي كام، يبقى انت برضو ايه هتقعد تتريس وتشوف. دكتور نكتب الاوتبوت لازم تكون موجوده عندك، التريس لازم مهاره تكون موجوده عندك. ايوه يا باشا، مين بيسال؟ عبد الرحمن عايز ايه؟ الاوتبوت نكتب على طول ولا لازم نوري لي ستيبس؟ هنقول لك، هنقول لك لو احنا عايزين ستيبس هنقول لك، لو احنا عايزينك تكتب لنا الاوتبوت على طول هنقول لك. ماشي تمام خلاص خلاص. يبقى ده اول اكزامبل في الريفيجن. برضه هنا بيقول لك write a C program that will test the possibility of a triangle construction given three sides. I think انتوا خدتوا مساله شبه الكلام ده هو في الشيت او في الهوم ووركس في وقت من الاوقات، بس خلينا نقول دلوقتي ايه موضوع الترينجل انيكواليتي. عشان يكون عندك اي مثلث في الدنيا مثلث بالمنظر دوت، انت لازم يكون عندك هنا لينث اسمه ايه او سايد اسمه ايه وسايد اسمه بي وسايد اسمه سي. ففي بروبرتي مشهوره جدا 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 في الترينجل انيكواليتي بتقول لك ايه هي، بتقول لك ان مجموع طول اي ضلعين لازم يكون اكبر من طول الضلع الثالث، مجموع اي ضلعين لازم يكون اكبر من طول الضلع الثالث. يعني ايه زائد بي لازم تكون اكبر من السي، وإيه زائد سي لازم تكون أكبر من البي، وبي زائد سي لازم تكون أكبر من إيه. فهو سمى السايدز بتوعه هنا سايد واحد وسايد اتنين وسايد تلاتة، وتي دو هيكون يعني حاجة يا صفر يا واحد اللي هو ترو ولا فولس. لو هو بيساوي واحد يبقى هو تريانجل، لو هو فولس يبقى هو مش تريانجل. طب هو هيبدأ إن هو بيساوي يخليه بواحد، ولو حصل فيوليشن، لو حصل فيوليشن للتريانجل إنيكواليتي يبقى معنى كده إيه؟ هيقول إن هو مش مثلث. فيبدا ازاي يتشيك الكونديشنز دي؟ هم هنا عنده 3 كيسز، عنده 3 كيسز محتاج يعملهم ازاي؟ هل محتاج يعملهم اف ولا ال اف ال سي اف؟ هو ده السؤال يعني. ها ازاي؟ مش ممكن اكتبها على سطر واحد؟ لما تبص على البرنامج المكتوب وتقول لي تعملها ازاي او خلاص بقى ما تقعدش تقول سطر واحد وسطر واحد، يعني مش عايز فهلاوه انا يعني. احنا هنحلها بالطريقه المباشره السهله اللي قدامك ودي، بعد كده نشوف انت عملت تاني ازاي. يعني ما بحبش انا القفز بصراحه، الجامبنج ده ما بحبوش. لو انت عارف وفاهم خلاص احتفظ بالعمل لنفسك يعني، لو انت ما تعرفش يبقى خلينا نتكلم مع بعض شويه في الحل اللي قدامك، بعد كده نشوف نحلها تاني ازاي. طلبه الشاطره اللي بتحب تبوظ المحاضرات دي حاجه. طيب ففي الاول خالص هيقول ان هو مثلث الى ان يثبت العكس. يثبت العكس ازاي بقى؟ ان يلاقي اي ضلعين مجموعهم يكون اقل من اكبر من الثالث. ف هيعمل ازاي الكونديشن ده؟ هو هيقول ان السايد الاولاني اللي هو الاي مثلا او البي او السي، خد بالك ان في المثلث ممكن اي زائد بي تكون اقل من السي، بس اي زائد سي ممكن اي زائد سي اكبر من البي، بس ممكن ايه زائد بي مثلا تكون اقل من السي. في حاجه زي كده ممكن تحصل يعني. فانت لازم تتشيك ايه، ها، على الثلاثه كيسز، على الثلاثه كيسز انت تبص عليهم مره واحده. طيب الحل بتاعها انك تشوف دلوقتي لو سايد 1 بلس سايد 2 اقل من سايد 3 يبقى دي فيوليشن، يبقى تي بتساوي صفر. لو ما كانش هسال على سايد 1 بلس سايد 3 اقل من سايد 2، لو حصل يبقى ده فيوليشن. لو ما كانش يبقى ايه، هتشيك الحاله الثالثه وفي الاخر خالص هسال لو تي لسه بواحد معنى كده ان ده كان ما حصلش، ولا ده حصل ولا ده حصل. ده لو تي فضلت بواحد زي ما هي، لان انت في الاول كنت قايل انها بتساوي واحد، فلو فضلت بواحد زي كده معنى كده انه ولا مره الكونديشن من الكونديشنز دول كان ترو. فلو الكونديشن بتاع تي فضلت قيمته بتساوي واحد هيقول ان هو السايدز فورم ا تريانجل، اذروايز هيقول السايدز دو نوت فورم ا تريانجل. طيب عبد الرحمن من شويه بقى بيقول لنا ايه يا دكتور بقى، ايه ده هنقعد نكتب اف والس اف والس اف والكلام ده كله؟ ايه نكتب، ايه المشكله؟ طب ما نكتبها يا دكتور في سطر واحد، احنا ممكن نكتب اف كونديشن واحد بس يحل المساله دي. طب هو ايه الكونديشن الواحد بس اللي يحل المساله دي؟ نعمل اور، ها، طب نعمل اللوجيك ستيت. ايوه لوجيك، هنعمل حاجه اسمها كومباوند كونديشن، هنعمل حاجه اسمها كومباوند كونديشن. طب دكتور ممكن سؤال بس؟ لا لما خلص. طيب شكرا. هعمل حاجه اسمها كومباوند كونديشن. الكومباوند كونديشن ده بيقول لو A زائد B
اكبر من سي او اكبر من سي مش اكبر من يساوي، واي زائد سي اكبر من بي، وبي زائد سي اكبر من اي. طيب ده اسمه كومباوند كونديشن، معناه ان هو عايز يتشيك كونديشن الاولاني والكونديشن الثاني والكونديشن الثالث، ولو الثلاثه كونديشنز دول كانوا ترو يبقى الكونديشن كله على بعضه ترو، يبقى احط في النص اند ولا اور؟ اند. اند، ممتازين صح. اند يبقى الكونديشن ده هو هيقول لك لو اي زائد بي اكبر من سي اند اي زائد سي اكبر من بي اند بي زائد سي اكبر من اي، معنى كده ان هو هيكون مثلث. ماشي، يبقى ده الطريقه الثانيه اللي ممكن اعملها. ايوه عبد الرحمن، عايز تسال عايز ايه؟ مش انا، لا امال مين كان عايز يسال؟ واحد قال لي عنده سؤال وانا لا، كان انا بس خلاص يا دكتور. مين اللي كان انت يعني؟ انا اسامه، محمد اسامه جروب 4. اهلا محمد اسامه، شرفتنا بيك. ايه الاخبار دكتور؟ ممكن سؤال معلش؟ ايوه مين بيسال؟ اتفضل. مازن. عايز ايه مازن؟ هو انا ينفع كنت اعملها؟ لا مش سامعك، صوتك واطي قوي. ينفع كنت اعمل الثلاثه ستيتمنتس دول باور، بحيث ان انا اخليها بنفس الطريقه دي، سايد 1 زائد سايد 2 اقل من سايد 3 او سايد 1؟ لا بص لا بص، ركز في الحته دي يا مازن، ركز اصحى بس. انا قلت ايه زائد بي اكبر من سي، لو قلت اقل من لازم اقول اقل من او يساوي، تنساش. اقل من او يساوي قصدي. لا ما هو ما تقوليش انا قصدي، ما هي دي غلط في الامتحان غلط صح؟ تمام دول بقى اقول الاي زائد بي اقل من او يساوي السي، اور الاي زائد سي اقل من او يساوي البي، اور البي زائد سي اقل من او يساوي الاي. لو كده كده يبقى انت بتعمل بتتكلم على الفولس بقى مش على الترو. على الفولس حاملها كلها. تنفع؟ تمام ماشي تمام. طيب هي القاعده دي على فكره موجوده احنا عندنا، اسمها قاعده دي مورجان اللي انت قلتها من شويه صغيرين، هي نفسها قاعده دي مورجان، بس انا مش هقول لكم عليها. بس انا اقول لكم عليها خلاص ماشي. ان ايه زائد بي ام سوري اي اند بي كويس، لو عملت لها نوت، لو عملت لها نوت فهو ده بالظبط ايكويفالنت لمين؟ لنوت نوت اي اور نوت بي. ماشي، دي قاعده مشهوره يعني في السيركتس في اللوجيك، اسمها ايه؟ قاعده دي مورجان، ان النيجيشن بتاع الاند هو الاور بتاع النيجيشن بتاع كل ترم لوحده. ماشي، هكتبها لكم على الوايت بورد احسن عشان انا خايف انتم ما تكونوش شايفينها معانا كويس. هو يعني بصراحه يعني النهارده من اسوأ المرات في حياتي مع السوفت وير. يعني بيقول لك القاعده بتقول لك ان A and B لو عملت النيجيشن ليها ان ده كده 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 equivalent، ان انا اعمل negation لكل ترم من دول واحط بينهم or. ماشي، اتفقنا كده؟ دي قاعده اسمها قاعده دي مورجان. والعكس والعكس، لو عندك or في النص تخليها and وتدخل النيجيشن على كل واحد، يعني انت برضو تقدر تقول ان not a or b equivalent ل not A and not B. وده اللي زميلنا من شويه صغيرين وهو كان بيحاول يساعد في حل السؤال اللي فات قاله لنا يعني. سوري. طيب. ان هو قال لك ايه؟ انا هسال على الفولس، قال مش هسال على الترو، فلو هو سال على الفولس لازم يكون A اللي عكس A زائد B اكبر من C، عشان كده قلت له خد بالك من اللي يساوي. ايه النيجيشن بتاع اي زائد بي اكبر من سي؟ ان اي زائد بي اقل من او يساوي، صح، لان العكس بتاع الاكبر من النيجيشن بتاع الجريتر ذان هو ليس ذان اور ايكوال، النيجيشن بتاع الجريتر ذان هو ليس ذان اور ايكوال. تمام، ممتاز. مين بقى اللي كان قال؟ مازن ولا حد تاني اللي كان بيقول ان هو بيقترح علينا الحل ده؟ مازن صح؟ يا دكتور. ماشي مازن، ممتاز يا مازن، شاطر، برافو عليك. شكرا لك. شكرا لك. اي خدمه. ربنا يخليك يا دكتور. ماشي يا ريس. بيقول لك write a C program that calculates the roots of the quadratic equation a x squared plus bx plus c بتساوي 0 given three coefficients اللي هم ال a وال b وال c. يعني انت لو معاك ال a وال b وال c تقدر تقول
تقدر تجيب الروتس عن طريق حاجة اسمها القانون. خدتوا القانون قبل كده أكيد صح؟ أيوه أيوه. القانون اللي إكس واحد اتنين بتساوي سالب بي موجب أو سالب الجذر التربيعي اللي بي سكوير ماينس سي على اتنين. أكيد خدنا الكلام ده عارفينه كويس. هنعمل بروجرام بيحل الكلام ده. بس أنت وأنت في ثانوية عامة ولا مش في تالتة إعدادي الكلام ده، تالتة إعدادي كان بيقول لك وانت بتجيب روتس خد بالك ان الحاجة اللي تحت الجذر دي ليها ثلاث احتمالات. لو اللي تحت الجذر اللي هو بي سكويرد ماينس 4 اي سي كان بيساوي صفر معنى كده ان هو روت واحد دبلد صح؟ روت واحد دبلد لو هو كان بيساوي صفر لانه هيساوي ماينس بي على 2 اي ومتكرر مرتين ان بلس والماينس زيرو وده كأنه ما بوش موجود يعني. تمام يبقى ده اول واحد. الحالة التانية ان لو كان b squared minus 4 ac رقم positive معنى كده نعرف تجيب الجذر، معنى كده تعرف تجيب الجذر. طب لو هو كان بقى رقم negative imaginary ما في solution هيبقى عندك root imaginary no solution. زي بقى الimaginary بقى دي no solution يعني لو سوليوشن صح ازاي بنتصرف بيها هعملها ازاي عندنا هنا في البرمجه بقى سي يعني في البرمجه في السي انا مش هقدر ارجع لي ريل نمبر اسميه روت واحد وروت اتنين لو كان عندي ايماجينري فهيكون عندك بقى هيضطر بقى انه يعرف في اتنين فاريبلز واحد للريل بارت من السوليوشن وواحد للايماجينري بارت وهيخلي واحد منهم ناقص الثاني فاهمنا اوكي بس هي الفكره كلها دلوقتي ان هو ما يقدرش يرجع ايه مفيش عنده حاجه تاخد له جذر كميه سلبه مش موجود فانت عشان تستعمل الفانكشن بتاعت السكوير روت لازم تعمل ايه لازم تضرب في سالب واحد البي سكوير ماينس 4 اي سي عشان هي دي اللي هتسال عليها هي دي اللي هتجيب لك الايماجينري بارت بتاعك اتفقنا اوكي اضرب البي سكوير ماينس 4 اي سي في سالب واحد وتاخد الجذر بعد كده طب وليه ما تشكش ان هي نيجاتيف وتبقى خلاص يعني لا هو بيقول لك هنا هات لي 3 كيسز كونسيدر 3 كيسز ما تشكش لو مش عايز تشك هو عايز يجيب حتى لو هي بتاعي يطبع لي ان هي فيها ايماجينري بوكس او كومبلكس نمبرز تمام طيب بمنتهى البساطه هيعرف حاجه اسمها فلوت الاي والبي والسي والتي وروت 1 و2 وار وام ام يعني ريل يعني ار يعني ريل وام يعني ايماجينري خد بالك ان هو البرنامج بتاعه يا اما هيطلع روت واحد وروت اتنين يا اما هيطلع ريل وايماجينري مش هيطلع الاثنين في نفس الوقت ها مش هيطلع الاثنين في نفس الوقت هيطلع دي هيطلع دي فاهم طيب هنا برنت اف انتر الكوفيشنتس اي والبي والسي وفي ذا كوادراتيك ايكويشن دخلت لي الاي والبي والسي هيحسب الرقم اللي تحت الروت دوت اللي هو بيتشيك عليه اذا كان موجب ولا سالب ولا زيرو هيسميه بي سكوير ماينس 4 اي سي هيسميه التي واحنا كنا بنسميه discriminant لو انتوا فاكرين كنا بنسميه دي واحنا بنتكلم زمان في الماس يعني فالتي ده اللي هو بي سكويرد ماينس 4 في اف سي لو الكلام ده بيساوي صفر هيعمل ايه هيقول ان روت 1 هيساوي ماينس بي على 2 اي وروت 2 هو نفسه روت 1 لان قلنا ان جذر الصفر بصفر مش مفيد بالنسبه لك هتقوم كاتب بس هنا مسج تقول له ان هما ايكوال روتس ويطبعوا على ان هو فلوتنج بوينت نمبر 3.2 عشان ما يقعدش يطبع ديسمال بوينتس كتير روت واحد وروت اتنين سهل كده لحد الكلام ده سهل لحد دلوقتي طب لو تي اكبر من الزيرو نفس الكلام بس الفرق الوحيد هنا ما بين روت واحد وروت اتنين هي الحته دي الفرق الوحيد هو ايه الفرق الوحيد هو البلس والماينس هنا واحد الجذر الموجب والتاني الجذر بس مضروب في اشاره سالب من بره يعني طب لو تي اقل من تساوي اقل من الزيرو هيروح بقى يجيب الريل بارت اهو ده اسمه الريل بارت اللي هو ماينس بي على 2 اي ايوه صح ماينس بي على 2 اي ده الريل بارت طب والايماجينري بارت هيكون ايه هو بقى الايماجينري بارت ياخد بي سكوير ماينس 4 اي سي اللي هو سماها تي ده رقم سالب خلاص احنا عرفنا ان هو رقم سالب فيضربه في سالب واحد فسالب تي بقى رقم موجب يقدر ياخد له جذر ايوه ده اللي هو عمله اهو يبقى عمل سكوير روت لماينس 1 في التي على 2 اي بعد كده برنت التو ايماجينري روتس احنا عارفين ان التو ايماجينري روتس دول لازم يكونوا ايه سميهم كونجكت نمبرز مختلفين بس في الجزء الايماجينري في الاشاره بتاعته. اوكي؟ وده شكل الطباعه يبقى كده هيطبعه بشكل ايه؟ مفصل بالشكل ده. هنا بيقول لك لو جربت تدخل برنامج عايز فهمنا طب مساله فت ولا لا عشان بس نحس ان انا اكلتها في اخر لحظه كده. حد عنده سؤال هنا؟ دكتور اخر حته معلش. ماشي اخر حته طيب حاضر.
ادي انا بقول لك ان تي بتساوي بي سكويرد ماينس 4 اي سي. طب افرض الرقم ده طلع بيساوي تي طلعت بتساوي سالب 4. افرض ان تي طلعت بتساوي سالب 4. تمام تمام. يبقى الايماجينري بارت بتاعك هيجي ازاي؟ يبقى الايماجينري بارت هيساوي كام؟ هيساوي روت اوف ماينس 1 تايمز ماينس 4. هيساوي روت 4 هيساوي 2. يبقى لو احنا افترضنا ان السوليوشن بتاعك ريل وايماجينري يبقى هيبقى السوليوشن بتاعك روت 1 هيساوي مثلا سميه ار زي ما هو يعني زي ما سميه بلس جي 2 وار 2 هيساوي ار هي نفس الار الريل نمبر زي ما هو بلس لا هنا بقى ماينس ماينس جي 2. مش انت عارف الكلام ده ولا ما تعرفوش؟ ايوه ايوه ايوه. طيب هو اللي هو بيوريه لنا هنا نكتبه ازاي على الشاشه. هو بيقول لك التو ايماجينري روت ان هو الاولاني هيبقى الرقم الفلوت اللي هو الريل اهو ادي الريل بلس الفلوت بعد كده هو كاتب اي اي هي دي اللي هي معناها ايماجينري. والرقم الثاني هيبقى نفس الرقم الريل هو هو ايوه الريل هو هو وهنا ماينس اهو ده الفرق. ماشي يا زعيم؟ تمام يا دكتور شكرا. ماشي المساله دي احنا شرحناها قبل كده. المساله دي شرحناها قبل كده ازاي اجيب الماكسيمم والمينيمم والافريج بتاع شويه ارقام من غير اريز ودي شرحناها قبل كده قبل ما نشرح الاريز لان احنا كنا عملنا موتيفيشن لينا بالسؤال بتاع ازاي بنعمل الاريز والاريز مفيده ليه فاكتشفنا ان في مساله معينه كانت محتاجه ان انا اعمل اريز واتفقنا ان في مسائل ما كانتش محتاجه ان انا اعملها فيها اريز فهي نفس المساله دي احنا شرحناها قبل كده زمان بس خلينا نراجع مفيش مشكله بالنسبه لنا ادينا بنراجع في محاضره ريفيجن محتاجين نشوف مسائل كتير يعني فدلوقتي ازاي بتعرف تجيب الماكسيمم والمينيمم في اري زي ما قلت لك دخلنا الفصل سالت اول واحد جبت كام قال لي 15 يبقى هو ده الماكسيمم وهو ده المينيمم وهو الصم وهو كل حاجه جيت اللي جنبه جبت كام قال لي جبت 17 يبقى هو الماكسيمم هيتغير يزيد لكن المينيمم هيفضل زي ما هو صح وهكذا. فاكرين المسألة دي ولا لا؟ شكلكم مش فاكرينها. فاكرينها يا دكتور. فاكرينها ولا لا؟ انت عندك دلوقتي اهو ادي شوية ارقام. 15 17 و 13 و 10 ولا بلاش 10 و 14 الرقم كده زحمه فانت في الاول خالص بدات بتبص على اول واحد قاعد في الديسك جبت كام يا ابني جبت 15 يبقى لحد اول شخص دوت مين الماكسيمم 15 ومين المينيمم 15 حلو طيب انت بقى جيت تسال الراجل اللي جنبه جبت كام يا ابني قال لك جبت 17 يبقى مين اللي اتغير الماكسيمم ولا المينيمم الماكسيمم الماكسيمم هيتغير والمينيمم يبقى ثابت يفضل زي ما هو يفضل زي ما هو وبعدين ياخد اللي وراه 13 13 اكبر من الماكسيمم لا مش اكبر من الماكسيمم طب اقل من المينيمم ايوه اقل من المينيمم اخليه بكام المينيمم بيساوي كام 13 طيب لو انت سالت على 14 ولا هو اكبر من الماكسيمم ولا هو اكبر من المينيمم يبقى هو كده ايه يبقى الماكسيمم بتاعك ب 17 والمينيمم بتاعك ب 13 صح فاكرين الكلام ده عشان احنا قبل كده طب لو انت عاوز تضمن ان اول واحد تقراه يكون هو الماكسيمم لازم تقارنه بقيمه صغيره ولا كبيره اول ما تخش اللوب صغيره انا عايز اقارن ال 15 دي بحاجه صغيره بحيث ان غصب عنك ال 15 تكون هي الايه الماكسيمم فعشان كده بيحط قيمه ابتدائيه للماكسيمم بماينس ما لا نهايه او ماينس 10000 رقم كبير ويدي قيمه ابتدائيه للمينيمم ب 10000 طب القيمه الابتدائيه دي فائدتها ايه فائدتها انه لما يبدا ياخد اول عنصر في الاري سوري هي مش اري في الارقام يعني لما ياخد اول عنصر في الارقام ايه اللي يجرى انه لازم يكون اكبر من الماكسيمم ولازم يكون اقل من المينيمم عشان يبقى هو الماكسيمم والمينيمم في اول ستيب عشان هو يبقى الماكسيمم وهو يبقى المينيمم في اول
ستيب. طب انت هتحل المساله ازاي؟ هتعرف المتغيرات بتاعتك اكس ده الدرجه اللي انت بتقراها اللي هي مره 15 ومره 17 اند سو اون، والمينيمم والماكسيمم هتديله قيمه ابتدائيه بماينس 1000 و1000، المينيمم بتديله قيمه ابتدائيه كبيره قوي والماكسيمم بتديله قيمه ابتدائيه صغيره قوي. طب والسم كل ما تقرا رقم هتزوده على المجموع، والافريج بيتحسب في الاخر بعد ما بتخلص اللوب. فانت هنا في الاول بتقول له برنت اف انتر نمبر اوف اليمنتس، دخلت الان اليمنتس كده فور اي بتساوي 1 لحد ان، برنت اف انتر اليمنتس هتدخل اول عنصر وسكان اف الاكس، بعد كده سم بتساوي سم بلس اكس، لو اكس اكبر من ماكس، لو سم لو اكس اكبر من ماكس هيخلي ماكس تساوي اكس. طيب هو البرنامج ده فيه غلطه، المفروض ما يكونش فيه إلسا. طب ليه المفروض ما يكونش فيه إلس؟ عشان لو هي ماكسيمم يعني مش هيسال على المينيمم. ايوه بالظبط، لو في إلس يبقى البرنامج ده فيه غلط، البرنامج ده فيه غلطه، واحنا لما شرحناه قبل كده شرحناه من غير الإلس، لما شرحناه قبل كده في محاضره الاريز لما كنا بنعمل تاكيد شرحناه بالإلس يا دكتور. لا شرحناه من غير إلس. انا اللي كنت سائل على الإلس يا دكتور، وانا قلت لي ما ينفعش. ما قلت لك ما ينفعش صح؟ ايوه انا قلت ما ينفعش. ايوه والله. احنا كنا حلينا بالإلس ولا من غير إلس؟ كنا ها من غير إلس. انا بقول حاجه انك شرحتها قبل كده. ما لا ايش ما صح، ما انا اللي بقوله لك ان هو ما ينفعش يكون فيها إلس، لان لو فيها إلس هيسال على الماكسيمم ويغيره، بس مش هيسال على المينيمم مش هيغيره صح. امال انا عايز يسال على الماكسيمم ويسال على المينيمم برضه تاني صح؟ صح ده. معاك معايا حق صح. يعني البرنامج ده يشتغل غلط لو كان اول رقم هو اقل رقم. ها البرنامج ده يشتغل غلط لو كان اول رقم هو اقل رقم، البرنامج ده يشتغل غلط لو كان فيه إلس، لكن لما شلنا الإلس يشتغل صح. تفهم؟ بعدين الافرج هو الصم على ان ده عملها بره اللوب. خدت بالك هنا ان هو فتح براكتس وقفل براكتس عشان هيعمل كذا ستيتمنت جوه اللوب، هنا مش ستيتمنت واحده، فبيحط بقى ايه حاجه اسمها البلوك ستيتمنت دي. فخد بالك ان السلايدز هتكون نازله لك فيها الغلطه دي، بس احنا صلحناها في المحاضره، وعشان انت بتذاكر لازم تاخد بالك ان في غلطه في السلايدز، هنحاول نصلحها في السلايدز كيس برضو الناس يعني اللي بتذاكر من غير الفيديو يعني ما عندهمش حاجه يعني. اوكي ايوه اكزامبلز بقى على الوايل لوب والدو وايل بقى عشان الناس تتبسط. بيقول لك ريبيت الاكزامبل اللي فات ده على طول، ان هو يدخل ان رقم بس هو مش عارف عددهم كام، يعني هو ما يعرفش عنده ان رقم دول، يعني هو ما يعرفش الان بكام، ان از ان نون، مش هم خمس ارقام والراجل بيدخلهم له في الاول كده وخلاص. امال هو بيدخل لحد امتى؟ لحد ما يلاقي الليسته خلصت. الليسته خلصت دي ايه؟ هيعمل سبيشيال انبوت ان هو يسميه كام؟ خمس خمسات. لو اليوزر دخل خمس خمسات معنى كده ان انا خلصت انبوت بتاعي، معنى كده ان ده مش هيتجمع ولا حاجه اللي هو الخمس خمسات ده. اوكي؟ فهنعملها ازاي بقى بالوايل دي؟ انك هتعمل اول حاجه هتعملها في الاول خالص دلوقتي، ركز في الحته اللي جايه دي عشان مهمه قوي 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 قوي. اللي زميلنا كان بيسال امتى استعمل وايل وامتى استعمل دو وايل في المساله دي. بص بقى يا باشمهندس، انت عشان تستعمل وايل محتاج تسال السؤال ده، وايل ان اكس ما بتساويش الخمس خمسات صح ولا لا؟ اللي كان بيسالني في اول محاضره فين؟ ايوه لو انت مستني ان اليوزر يدخل سبيشال انبوت اللي هو الخمس خمسات عشان توقف برنامجك، فانت لازم يكون الكونديشن بتاعك وايل اكس اللي هي تساوي خمس خمسات صح؟ ايوه. طيب افرض بقى دلوقتي، بص ركز في الحته اللي جايه دي، افرض ان الراجل عشان تسال الكونديشن ده محتاج يكون دخل لك الاكس الاول، محتاج يكون دخل لك الاكس الاول، يبقى لازم تعمل ايه؟ يبقى لازم تكون دخلت اول واحد لوحده. طب استنى، ده معنى كده ايه؟ معنى كده ان اللوب اتكسرت، ان اللوب اتكسرت، اول واحد اللي هو كان 15 ده كان لوحده، والباقيين بقى اللي هم 17 و13 و3 وبعد كده 5 5 اهو يا سيدي. دي مش معايا، دي مش معانا، مش هندخلها في المجموع. معنى كده ان انت كان لازم تقرا دي بره اللوب، كان لازم تقراها بره اللوب. عشان كده في الاول خالص قال لك ايه؟ قال هنا ايه؟ ان سكان اف البرسنتج اف وامبرسند الاكس.
لو انت قريت دي بره اللوب، بره اللوب، يبقى المينيمم بيساوي كام والماكسيمم بيساوي كام؟ لسه زي ما هم 15 15 صح كده؟ ركز معايا، خدت بالك من الحته دي؟ ايوه ماشي. عشان كده قال لك ان ماكس بتساوي مين؟ بتساوي اكس. يبقى فهمنا السطرين دول. طيب لو انا هعمل افريج اللوب دي ناقصها واحد، اللوب دي ناقصها واحد، صح ولا انا غلطان؟ صح. طب اللوب دي ناقصها واحد، يبقى كان لازم اخلي كاونتر بلس بلس قبل ما ابدا اللوب دي كمان. يعني هما يعني انت لو جيت تعمل واي اللي هنا وعمال تزود الكاونتر فهيبقى واحد اثنين ثلاثة، لا هما المفروض اربعة، عشان انت كنت عملت واحدة لوحدها بره. أيوة. عشان كنت عملت واحدة لوحدها بره. يعني انت في الاول خالص بتقول له ماكس ومين وصام وافريج واكس، وكاونتر بيساوي صفر وصام بتساوي صفر. بعد كده تقول له كاونتر بلس بلس ليه؟ لان انت هتقرا اوريدي اول واحد بالعافيه كده بره اللوب، هتقرا اول واحد بره اللوب بالعافيه بالعافيه. طيب وماشي كمان، جميل، كل ده سهل. بعد كده هتبدا ركز في الحته اللي جايه بقى دي، عشان هنا هقول لك حاجه انترستنج قوي. هنا صام بتساوي صام بلس اكس، ما فيهاش مشكله. اف اكس اكبر من ماكس، ماكس تساوي اكس، الس اف اكس اقل من مين بتساوي اكس. هل دي الالس دي صح ولا غلط المره دي؟ دي صح، عشان هي بتشك لو هي اكبر من ماكس. صح، دي صح. ليه؟ لان هو اوريدي عمل سيتنج صح الاول مينيمم، هو اوريدي عمل سيتنج صح الاول مينيمم، فمش هيغلط الغلطه اللي فاتت. يعني كده البرنامج ده مكتوب صح، اللي فات كان لازم تشيل الالس. هنا زود الكاونتر بواحد، مفيش مشكله، كل ده سهل. افرض ان الراجل اصلا من الاول دخلك خمس خمسات، يبقى البلوك دي كلها مش هتشتغل. لا لا مش هينفذها ولا مره، صح. بس الكاونتر هيكون قيمته بكام دلوقتي؟ واحد. الكاونتر هيكون قيمته بواحد. فلو الكاونتر بتاعك اكبر من واحد، معنى كده ان اليوزر دخل شويه ارقام. لكن لو هو الكاونتر فضل بيساوي واحد، معنى كده ان ايه؟ ان هو ما دخلش ولا 17 ولا اصلا 15 من الاول، دخل خمس خمسات من الاول خالص. طيب لو الراجل دخل لك شويه ارقام، المفروض اقسم على كام؟ على كاونتر ولا كاونتر ناقص واحد؟ تقريبا كاونتر. لا، هو كل مره بيزود الكاونتر، كل ما بيقرا رقم بيزود الكاونتر. في مره عملها خمس خمسات، فقام يزود ده. المفروض ما يقسمش على خمس خمسات. اتفقنا؟ طب عرفنا ليه بيعمل هنا كاونتر ماينس واحد؟ ان افريج بيساوي صام على كاونتر ماينس واحد. وعرفنا ليه عمل الكونديشن اف كاونتر اكبر من واحد؟ لانه كان ممكن يدخل له خمس خمسات من الاول خالص، المفروض ان هو ما يطلعش ولا ماكسيمم ولا يطلع مينيمم ولا يطلع افريج ولا يطلع صم ولا اي حاجه خالص، ما يحسبش اي حاجه المفروض. اوكي طيب. طب دكتور عايز ايه؟ المساله اللي فاتت اللي هي مش دي بقى اللي قبلها، ما كانش ينفع ادخل اول رقم في الاول واقول ان مينيمم ايكوال ماكسيمم ايكوال اكس برضه واخليها ال سي؟ بس الاي ما كانتش هتبقى من واحد لحد ان، كانت هتبقى من كام لكام؟ هتبقى مش عارف كده، هيبقى في رقم بره. لو عملت سكان اف للاكس في هنا في الحته دي مثلا، ماشي حقك، وعملت مينيمم بتساوي اكس وماكسيمم بتساوي اكس حقك برضو، وعملت ال سي اف حقك. بس خد بالك ان انت كده اللوب بتاعتك هتمشي من واحد لحد ان ماينس واحد، مش واحد لان، يعني خدت واحد على جنب. انك خدت اول واحد على جنب، صح؟ ايوه تمام، فلازم تظبط بال، تاخد بالك يعني. شكرا. اهو بقى نستد لوب بقى، يا سلام. نستد لوب اهو زي ما كنا بمساله بتاعت الهوم ورك بتاعت المره اللي فاتت دي، شبهها يعني، شبهها. يعملها ازاي بقى دي؟ هو بيقول لك، هو في الحقيقه جاب لك الكود وقال لك اعمل تريسنج، دي غير ان انا اقول لك هتهالي من الاول يعني. فالكود اللي بتعمل تريسنج دايما اسهل، يعني انك بتشوف ايه اللي هيتطبع، سبيس ولا استريك يعني. فهو باي حال من الاحوال كل مره بيطبع كام استريك؟ 5 و5 10 استريكس. مره المسافات ما بينهم بتكون هنا 1 2
أربعة spaces ومرة ثلاثة spaces ومرة اثنين spaces ومرة spaceية واحدة ومرة ولا space ومرة space مرة اثنين مرة ثلاثة مرة أربعة مرة خمسة. فهو لو أنت حاولت تقسمها كده على جزئين، الجزء الأولاني إن هو عنده 10 سطور هيطبع في خمسة أستريكس وهيطبع خمسة أستريكس، واللي في النص هو spaces بقى، يعني هو الحتة اللي في النص هي اللي فيها الشغل كله، هي دي الحتة اللي فيها إيه الشغل. لكن هو كده ولا كده هيطبع خمسة أستريكس في الأول وفي الآخر، خلاص لازم هيعمل الكلام ده. الخمسة أستريكس دول اللي هما مين؟ اللي هما دول. والخمسة التانيين دول اللي هما مين؟ اللي هما دول. فاهمين قصدي ولا لا؟ معايا؟ هو عمل، خدت بالكو هو عمل ايه ولا ما خدتوش بالكو؟ اه دكتور. فالهدف بقى الاوبجكتيف بتاعك ان انت عايز تعرف، انت عايز تطبع كام، عايز تطبع كام سبيس؟ 4 3 2 1 0 1 2 3 4 هو ده اللي انت عايز تعمل. هما كام لاين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لا هو في واحده زياده اظن ان دي كمان 1 2 3 4 5 اخر واحده فيها 5، اخر واحده دي فيها 5 سبيسز مش 4 سبيسز، الاولانيه فيها 4 سبيسز بس. فانت دلوقتي عندك 10 سطور وعايز تطبع مره 4 سبيسز 3 سبيسز 2 سبيسز 1 سبيسز 0 سبيسز 1 سبيسز 2 سبيسز 3 سبيسز 4 سبيسز 5 سبيسز. طيب اعملها ازاي دلوقتي؟ انا عايز اقول، عايز اقول ادي اي بتساوي 1 عدد السبيسز 4. انا هحاول اجيبها لك بطريقه الحد العام، ها خلينا انا بحاول اشرح لك ازاي اكتب الكود اللي بيرسم الرسمه. هو السؤال كان العكس، ان هو اداك الكود وقال لك طلع لي رسمه، بس انا بحاول اشرح لك العكس. ها ماشي، خليني اعملها لك بالراحه جدا عشان بس الموضوع يوضح بالنسبه لك. انتوا فهمتوا الكلام اللي انا قلته؟ فلو i بتساوي 1 انا عايزه يطبع لي 4 spaces، لو i بتساوي 2 عايزه يطبع لي كام سبيس؟ 3 سبيسز 2 سبيسز 1 سبيسز 0، بعد كده يبدا يزيد تاني 2 3 4 5. طيب يبقى هنا i بيساوي 1 2 3 هنا 4 هنا 5 دي الاي. فواضح جدا ان من i بتساوي 1 لحد 5 العداد ده ماشي تنازلي، بس بدأ من 4. لما الاي من 1 لحد 5 ادي اهو، الاي طالما اقل من 5 اهو هيمشي تنازلي. تنازلي يعني ايه؟ هيطبع كم مره في الاول؟ يبقى الجي الليمت بتاعها اول مره ب 4. مين الاربعه؟ هي 5 ماينس 1، عشان كده عمل 5 ماينس اي. طب مين الثلاثه؟ هي 5 ماينس 2. طب مين الاثنين؟ هي 5 ماينس 3. طب مين الواحد؟ هي 5 ماينس 4. طب مين الزيرو؟ هي 5 ماينس 5. خلاص؟ يبقى الجزء ده هيعمل اول خمس سطور اللي هم الحاد هنا. الجزء ده هو هيعمل اول خمس سطور اللي هو الحاد هنا. يبقى الحته دي هتعمل لك لحد هنا كده. دي قصاد دي. طيب طب لما الاي بقى ناخد بقى نكمل بقى، لما الاي تكون بتبدا من 6 اهو، الاي بتساوي 6، عايزين نشوف انت عايز تعمل ايه. ادي الاي بتساوي 6 وعدد الاستريكس اللي عايز اطبعها واحده، الاي بتساوي 7 والاستريكس 2، الاي بتساوي 8 والاستريكس 3. طب ايه ده؟ ده بيزيدوا مع بعض، ده بيزيدوا مع بعض، والفرق بينهم 5 دايما، الفرق بينهم 5 دايما. يبقى كام؟ يبقى اي ماينس 5، وده اللي هو عمله. يبقى اي ماينس 5، يبقى اول خمس سطور هيحققوا ان اي اقل من او تساوي 5، وتاني خمس سطور هيحققوا ان اي ان من هي من 6 لحد 10 عدد الاستريكس، عدد السبيسز اللي بيطبعوا بيكون بيزيد بنفس الطريقه، والفرق بينهم دايما 5. عشان كده عملنا i ماينس 5.
لان الفرق بينهم 5. خلاص فهمنا يا باشمهندسين المساله دي؟ اه تمام ده. تمام شبه مساله الهومورك، شبهها جدا شبهها جدا، ان هو بس مساله الهومورك كانت يمكن ما فيهاش الجزء بقى ايه يعني الزياده، يعني هي كانت هي دي تلات هنا ده بيطبع اجزاء، بيطبع 5 بعد كده رقم بيتغير بعد كده 5 كمان. مسالتنا كانت اسهل بعد الهومورك رايت ا سي بروجرام ذات كورسبوندز تو ذا فلو تشارت. ماشي، ترجمه الفلو تشارت الكود دي من الحاجات السهله يعني، فيهاش اي حاجه مشكله يعني. دلوقتي انت بس بتبص شويه على الفلو تشارت كده، تتفرج عليها كويس وتعرف الفاريبلز بتوعك عشان تعرفهم كلهم في الاول مره واحده. انا محتاج الان والبي والان بي واكس وايه كمان وليميت وفلاج وكي وايه كمان، يعني عندك فاريبلز كتير جدا تقوم معرفهم كلهم مره واحده، ان واي وكي وفلاج وبي وان بي. خد بالك انا مش عايز اعرف اصلا البرنامج بيعمل ايه اساسا، مش مهم حتى تعرف. لو عندك فلوت شارت المفروض لو انت شاطر تقدر تحولها. ريد ان هيبقى قصادها سكانف ان، بي بتساوي صفر وان بي بتساوي صفر، هقول بي بتساوي ان بي بتساوي صفر. يبقى انا خلصت لحد هنا، كل ده خلاص في الثلاث سطور دول. بس ما تنساش انك عرفت كل الفاريبلز بتوعك مره واحده عشان تخلص. بعد كده بيقول لك 4i من 1 لحد n، ادي 4i من 1 لحد n و i++ موضوع بسيط جدا. قال لك scanf ampersand x، اهو ادي read x scanf ampersand x. لو x بتساوي الاثنين والنو هي اللي حامل فيها الشغل، يبقى طالما النو هي اللي فيها الشغل يخليها ايه؟ يخليها x لا تساوي 2، يسال على لا يساوي عشان ما يحطش else، لان ما فيش else بالنسبه له. بص ما فيش حاجه، فهمنا ليه عملها كده؟ ليه سأل على النوت؟ عشان النو هي اللي فيها الشغل. ها فهمنا ولا لا؟ عشان النو هي اللي فيها الشغل. هيقول ليمت بيساوي روت اكس، ماشي كل ده حلو، اكس اس نص هي روت اكس. فلاج بيساوي صفر، فلاج بتساوي صفر. 4 كي من 2 للليمت، 4 كي من 2 وكي اقل من او يساوي ليمت وكي بلس بلس. الريمايندر اوف اكس وكي بيساوي 0. خد بالك ان الكي بتاعتك دي فلوت بوينت نمبر عشان فيها جذر، فهو دلوقتي انت هتعمل حاجه اسمها اف مود، اف مود دي في ماث دوت اتش. ريمايندر اوف اكس اوف كي بتساوي صفر، لو يس هيخلي فلاج بيساوي 1، ولو نو مش هيعمل حاجه، يبقى الفور دي خلصت. وادي كل ده سهل. وايه في الفلاج بيساوي يساوي 1 اللي هو بعد ما اخلص اللوب بعد النكست، ان بي هيساوي ان بي بلس 1، بي بتساوي بي بلس 1. بس التحويل من فلو شارت البرنامج من الحاجات الاكسرسايزز المفروض ان هي بتتعمل بلايندلي، اللي هو بس انت محتاج تعرف، انت محتاج تقسم ده انتجر ولا فلوت وبس، مش حاجه ثانيه. انت كل الحاجه اللي انت شفتها دلوقتي ان ليميت بيساوي اكس اس 2 اس نص، ده جذر. معنى كده ان لازم تاخد اف مود بدل ما بتاخد ابسولوت فاليو، ام سوري، بدل ما بتاخد اللي هي برسنتج، يعني بدل ما بتعمل برسنتج اللي هي بتاعت الانتجرز، لازم تعمل اف مود بتاعت الفلوت بوينت نمبرز. بس يمكن سهل يعني، مفيش. عايز يتريس. انا عايز اشوف بس فاضل كام برنامج. لا لسه في برامج كتير. طب ايه، نكمل المره الجايه احسن ولا نخد المساله دي؟ شباب اي حاجه دكتور حضرتك تشوفه ده. واحنا كده كده مفيش كونتنت جديد يعني، احنا عمالين نحل مسائل. انا اشوف فاضل لنا كام مساله. هل الموضوع مستاهل نعمل محاضره ثانيه؟ في حوالي أربعة different problems بالإضافة، يعني غير إن أنا ما حطيتش مسائل على الريز. فخلينا أحسن نكمل المرة اللي جاية إن شاء الله. على كده ولا كده السلايدز هتكون موجودة معاكم، اللي عايز بس يجرب إيده شوية يشوف يمشي برضو إيده كده في موضوع اللوبس والتريسينج والكلام ده يكون كويس. برضو أنا متشكر جدا الناس برضو لسه ما شاء الله بيبعتوا الهوموركات اللي بطلبها. أنا مبسوط جدا منكم يا شباب، ممتازين يعني تقريبا. بس المره دي الناس قلت شويه، المره اللي فاتت كانوا كتير، المره دي مش عارف يا دوبك 24 واحد بس اللي بعته، بس مش وحش يعني كويس. اه دكتور بعت لحضرتك بس حضرتك ما اديتش عليا ايميل، كنت عايز اتاكد هي صح ولا لا. بس انا بعتذر بشده يعني. مين اللي بيتكلم؟ يوسف. انت بس انا بقول لك في 24 واحد بعتوا لي. هو حتى لو باخد دقيقه عشان اشوف الكود صح ولا غلط، فالدقيقه دي ساعات بتيجي في وقت سحور، ساعات بتيجي في وقت افطار، فما بردش يعني احيانا. سامحني. اه دكتور مفيش مشكله. طيب بس طبعا المفروض ان انا ارد عليك يعني، او اي حد بيبعت يعني. بس انا يعني مبسوط منكم يعني ان انتم شغالين كويس وكده.
بالنسبه للامتحان زي ما بقول لك ما تتوقعش هيجي لك حاجه مختلفه كتير يعني عن الامتحانات القديمه، بس الفرق الجوهري ان الامتحانات القديمه كانت مالتيبل تشويس، ده الفرق الجوهري يعني. الامتحان بتاعنا لا مش هينفع نجيب فيه مالتيبل تشويس علشان القرار اللي قلت لك عليه بتاع مجلس الكليه. طيب اللي انا غالبا هنقترحه يعني احنا ان احنا الامتحان هيكون شبه المالتيبل تشويس بس ما فيهوش مالتيبل تشويس، يعني هقول لك الكود ده لو اتنفذ هيطلع ايه، فانت محتاج تعمل تريسنج، لو حولت الرقم ده من باينري اللي مش عارف ايه يطلع ايه، مش هديك اختيارات، انت محتاج تكتب لي رقم الاجابه صحيحه يعني، فاهم قصدي؟ غالبا يعني هيكون حاجات شبه كده، بالاضافه ان في سؤالين عندنا دلوقتي فرصه ان احنا نجيب لك اسئله تكتب برامج بقى، احنا ما كناش بنجيب اسئله للبرامج عشان سهوله التصحيح، لكن احنا كده ولا كده هنصلح بايدينا، كده ولا كده هنصلح بايدينا غصب عننا، لان مش مفيش حاجه اسمها مالتيبل تشويس دلوقتي. فطالما هنصلح ممكن نجيب لكم مساله او اثنين فيها كودنج انك تكتب، وده في الحقيقه يعني الناس السنه اللي فاتت اللي شاطرين قوي، الناس اللي شاطرين قوي قوي ان الفاينل ما كانش فيه برمجه، ان هو ما فيهوش كودنج يعني مش هيكتب بايده، بيقول يعني يا دكتور احنا بنعرف نكتب ومش عارف ايه، ما احنا مش عارفين نمتحن في الحاجات دي ازاي، ما تمتحناش فيها يعني. فطبعا هو مع الاعداد الكبيره في اعدادي هندسه في البرامج بالذات، مثلا عندنا 600 طالب لا 500 طالب مسجلين الماده دي، فكان بيبقى صعب جدا ان انا اصلح كودنج يعني، لكن احنا طالما كده كده هنصلح فخلاص بقى مش فارقه هصلح وخلاص. فاحنا هيجي لنا سؤال واثنين فيهم كودنج، بس طبعا مش بنسبه كبيره يعني، اولموست يعني 80% على الاسئله اللي هي شورت انسرز مش مالتيبل تشويس بس شورت انسرز، و20% بس علشان الناس اللي هم اوريدي احنا عارفين ان هم شاطرين قوي عايزين يجربوا يكتبوا كود والامتحان فيه مساله ان هو يفكر وشغل دماغه، في ناس عايزين كده يعني، في ناس بيبقوا عايزين كده. السنه اللي فاتت جالنا شكاوى فعلا، السنه اللي فاتت جالنا شكاوى من اوائل الدفعه ان هم كانوا بيقولوا ان الامتحان مش بيبين القدرات بتاعت البرمجه بتاعت الفروقات يعني فيها. فاحنا ما طالما كده كده الموضوع نجاح وسقوط، فاحنا هنعمل 80% على الشورت انسرز بحيث ان شاء الله الناس تنجح يعني، ما يبقوش محتاجين السؤالين دول، والناس اللي هم فعلا شاطرين وبيكتبوا كود بقى وايديهم ماشيه يبقى عندهم فرصه يقيموا نفسهم. وقت الامتحان هيكون غالبا يعني ساعتين للحل وساعه زياده للداونلود والابلود، عشان انت طبعا صعب ان يقول لك الامتحان اونلاين، مش هنعرف الامتحان اونلاين تفضل النت سليمه عندك لمده ساعتين كاملين ورا بعض، دي حاجه مستحيله يعني. فالحل اللي عندنا ان احنا نفتح الامتحان مثلا سيد الساعه 10 الصبح، فالناس تداونلود الامتحان من 10 بقى ل 10 و10، هم حرين اللي يصحى متاخر براحته، المهم انك تعمل لي ابلود للملف بتاعك على المايكروسوفت تيمز بقى، هيبعتوا لكم توتوريالز تعملوها. لازم يكون عندك ايميل الجامعي تابلودوا بقى الكلام ده هو على الساعه 1 مثلا، لو احنا فتحناه 10 هيبقى غالبا هناخده منك على الساعه 1 يعني. تمام، وتيك الموضوع ايزي يعني، لان هو كده ولا كده ربنا طبعا يعافيكم، انا عارف الناس اللي قاعدين قدامي دول كلهم ناس كويسين يعني، بس في الورست كيس سيناريو ان هيكون في فرصه ثانيه يعني، هيكون في فرصه ثانيه، فانت ما تاخدش الموضوع على صدرك بحساسيه كبيره، الموضوع بسيط جدا جدا جدا، واحنا هنجيب معظم الامتحان شورت انسرز عشان الناس يعني تخلص الماده يعني، وهنجيب سؤالين بس بقول لك او سؤال واحد على حسب ما هنحسب وقت الامتحان، في كودنج ان شاء الله، والامتحان كده ولا كده هيبقى عندك فيه وقت كافي جدا ان انت تداونلوده مثلا في 10 دقائق وتابلود في 10 دقائق كمان، وفي وقت بقيه الامتحان كله تقعد تحله يعني، فانت هتاخد وقت اطول من الوقت الطبيعي. طبعا احنا عارفين ان في ناس للاسف يعني ما عندهمش ضمير يعني خالص، ففي ناس هتغش واحنا عارفين الكلام ده كويس، وانا بقول له من دلوقتي اهو بقول ان اللي هيغش ده انا عارفه كويس، شفت يعني البوستات على الفيس شفتها يعني، فانا بقول لكم من دلوقتي ان هو اللي بيغش نفسه، وكل واحد فيكم مش صغير، انتوا مش صغيرين، كل واحد فيكم مسؤول عن نفسه تماما، كلكم عارفين مصلحتكم وكلكم عارفين ايه الصح وايه الغلط، وطبعا انتوا عارفين ان ده حرام وان ده من الذنوب الكبيره جدا، واللي احنا عندنا في الدين يعني سواء بقى اي دين من الاديان مفيش دين يعني في الدنيا الغش ده فيه حاجه حلوه يعني، بالاضافه ان احنا بنحاول نريحكم على قد ما نقدر يعني. فاللي هيغش حقيقي يعني ما انا بصراحه يعني من دلوقتي بقول لك كده انت سقطت من نظري، ومش هعتبرك مهندس، ولو اتخرجت وبقى اسمك مهندس فانت بالغش، وهتطلع مهندس وحش وما بتعملش شغلك بضمير، والغلط في حاجه بسيطه هيغلط في حاجه اكبر، وان الموضوع سايكل وما بتخلصش. ماشي، انا بس بقول لك الموضوع من الاخر عشان تفهم الكلام ده كويس، عايز تفهمه فهمه، مش عايز تفهمه ولا حاجه ترجع لك يعني.
بس انا بقول لك اهو من دلوقتي، الناس اللي انا مش مسامحهم، الناس اللي هتغش انا مش مسامحهم، على الرغم ان انا عارف ان في ناس هتغش، وان الموضوع ساعات ما فيش فيه كنترول وما نقدرش ان احنا نتحكم فيه. مش هجيب لك مراقب قاعد معاك جوه البيت لو انت ما عندكش مراقب، لو انت ما عندكش ضمير فخلاص يعني، فمش هيفرق معاك يعني. فانت افهم بقى الكلمتين دول، احنا نفسنا ان انت تنجح، وهنعمل الامتحان زي ما بقول لك شورت انسرز وسهل جدا ان شاء الله. ما تتوقعش ان هو في تحدي كبير يعني. هنحاول على قد ما نقدر الناس اللي شاطره ونفسها تعرف مستواها الحقيقي، هنجيب لهم مساله او اتنين فيها كودينج، وممكن نجيب بعض الاسئله للشورت انسرز برده في مهمه يعني، حاجات حلوه. بس مش لدرجه ان الناس يعني تسقط، احنا عايزين الناس كلها تنجح، لان الظروف استثنائيه، واللي قدر يخلص المنهج يبقى كويس يستاهل ان هو ينجح، مفيش مشكله معانا. واحنا مبسوطين لو انتوا خلصتوا ونجحتوا، احنا اللي هيستنى بالنسبه لنا ده هيدك يعني اكتر يعني. احنا عايزين نخلص ده يعني. بس باي حال من الاحوال لو في حد مع ساب لنا ورقه فاضيه اكيد هيعيد الامتحان تاني يعني. لو ما سلمتش الامتحان في الوقت بتاعه هتاخد الفرصه الثانيه، مفيش استثناءات يعني حاليا يعني. نتمنى بالتوفيق ان شاء الله للجميع، وان ان شاء الله ان شاء الله تعدي السنه على خير. ارجو ان الماده تكون يعني كانت لطيفه معاكم، ولسه عندنا مره تانية ريفيجن برده الاسبوع الجاي، هنكمل مسائل برده على الفور زي ما انتم شايفين، والوايل والدوايل وكده، وهنتكلم على الاريز برده، هنرجع شويه مسائل على الاريز. انا بلغت المعيدين ان هم ينزلوا لكم شيت تاني على الاريز، عشان ما فيش شيت نزل على الاريز، فهينزلوا لكم شيت تاني قبل اخر الاسبوع. طب هيتسلم امتى؟ هيتسلم في حد واحد سالني قبل كده صح، احنا ان شاء الله الديدلاينز كل الاساينمنتس اللي فاتت، كل الشيتات اللي فاتت اللي ما اتسلمتش او اتسلمت هنقول لكم درجاتكم، ما تقلقوش. وان شاء الله على يوم اي ثينك ان هو اظن يعني 19 ل 17 حاجه كده، هيكون ده الفاينل ديدلاين لكل الاساينمنتس بتاعتنا، ان اي حد عنده اي حاجه ناقصه هنفتح لكم التسليم تاني بعد ما نطلع لكم الدرجات يعني، هنطلع لكم الدرجات بتاعت كل اللي فات. ولو حد في حاجه عنده ما تسلمتش لسه سو فار لازم يسلمها، ويبقى كده ده احسن حاجه عملناها لكم، نسلمنا لكم الديدلاين مفتوح. وهينزل لكم على شيت كمان على الاريز، لان الاريز ما كانش عليها شيت سو فار، فان شاء الله انا بلغت المواعيد ان هم يجهزوا لكم شيت فيري سون، حتى لو هي اوفرلاب مع الشيت اللي فات في الوقت يعني، لان لازم تاخدوهم يعني. قعدت اتكلم كتير انا بقى، فسامحونا يعني ايه دوشتكم. بس طب دكتور حضرتك تعرف حضرتك تعرف الكليه هتعتزل قراراتها امتى؟ اظن في مجلس جامعه استثنائي الاسبوع اللي احنا فيه ده دلوقتي حالا، اللي هو يمكن يكون بكره، بس انا مش متاكد في الحقيقه، ان هم كانوا طالبين مننا حاجات على وجه السرعه. الدكاتره اللي هتعمل امتحان بحثي لازم يقولوا التفاصيل بتاعته لاداره الكليه، يقول لهم يعني كام سؤال وعايزين كام صفحه ومش عارف حاجات كده يعني، وكانوا طالبين من اداره الكليه، كانوا مستعجلين علينا جدا يعني، بعتوا لنا حاجات على وجه السرعه وكده. فيبدو ان الاسبوع اللي احنا فيه، اللي هو احنا شهر الاسبوع الاول من شهر 5 ده، هيكون في مجلس جامعه. مجلس الجامعه هيعتمدوا قرارات مجلس اداره الكليه او يراجعوها او يقولوا ما ينفعش، بس مش عارفين. فاحتمال كبير ان احنا الاسبوع ده نسمع حاجه يعني بعد بكره يعني الثلاث، هو غالبا مجلس الجامعه بيكون الثلاث، غالبا بيكون كده، الا لو في ظروف استثنائيه ممكن تعمل في اي وقت يعني، بس هو غالبا يوم الثلاث. شكرا. ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله تعالى على اخر الاسبوع بحد اقصى. واداره الكليه بلغونا كده، قالوا لنا ايه ما تحاولوش تتوسعوا في الكلام مع الطلبه على بقى طريقه الامتحان ونظام الامتحان ومين هيمتحن ومش هيمتحن. هم اداره الكليه قالوا لنا ايه، بيعفوا يعني الدكاتره من المسؤوليه، وبيقولوا لنا ان هم اللي هيتعاملوا مع الطلبه يعني، هم اداره الكليه اللي هو مثلا دكتور تامر الحلمي او دكتور يسري بالنسبه للبرامج، او طبعا العميد ست العميد دكتور سعيد، اي حد من اداره الكليه، هم دول مسؤولين عن مخاطبه الطلبه. الدكاتره اللي هم انا وغيري، احنا غير مسؤولين عن مخاطبه الطلبه بنظام الامتحان وجدول الامتحان وما اعرفش الكلام ده كله، احنا مالناش دعوه. بس انا اللي نعرفه يعني ان هم كانوا طالبين مننا حاجات على وجه الاستعجال يعني، هو بعت لنا مثلا ايميل الساعه 11 بالليل وعايزين الرد الساعه 7 الصبح كده يعني. طبعا ده دليل ان هم ايه عايزين يعني الكلام ده يعلن الاسبوع اللي احنا فيه ان شاء الله. دكتور عندي سؤال يا دكتور. ايوه ليه؟ طلاب ترم تامن يعني اول مره اخدها. ترم تامن انا سالت والله كذا مره، كذا أول مرة سالت، وهما اللي انا فهمته دلوقتي ان بتوع ترم عاشر وتاسع دول اكيد اكيد 100% 100% هيتعمل لهم انكمبليت. ترم تاسع وعاشر هيتعمل لهم انكمبليت،
وكمان وكمان الراسبين اللي داخلين ينجحوها وكمان اللي بيحسنوها. كل دول دول أربعة، هو ترم تاسع وعاشر وراسب وتحسين، دول كلهم هيتملهم incomplete. طب ترم تامن، أنا أول مرة أخدها. آه ترم تامن بقى وترم سابع وترم سادس وترم خامس ورابع وتالت وأول مرة، دول يعني اللي أنا فهمه إن في مقترح بس لم يتم الموافقة عليه حتى هذه اللحظة، إن هم ياخدوهم زي اللي هم ترم تاني يعني. بس في مقترح، المقترح ده هو يعني في ناس متبنيينه بشدة، بس طبعا أنا ما أعرفش، عشان كده أي حد بيسألني بقول له انتظر لحد دورة الكلية ما تبط في الموضوع. لكن ترم تامن أصل هي المشكلة مش في كده يا أحمد، بس مش المادة بتاعتنا بس يعني. أنت ممكن في ترم تامن وكانت مادة مثلا systems programming من ترم سادس وانت ما خدتهاش بمزاجك يعني، عشان المادة دي تقيلة وعايز اخدها ايه في الرايق مثلا يعني، صح؟ فمعنى كده ايه بقى؟ فهو عشان كده ده يعني، هو الكلام مش عشان مادة اعدادي، هو الكلام ان ده الباترن بصفة عامة في البرامج مختلف عن الاقسام. ان الاقسام هي المواد تنزل مرة واحدة في السنة، لكن في البرامج المادة ممكن تنزل كل ترم اصلا، فما فيش حاجة اسمها المادة دي بتاعت الترم ده. فعشان كده في مقترح موجود ان موضوع المستوى ومش المستوى، الكلام اللي هم نزلوه بتاع اداره الجامعه اللي نزلوه من شهر ده، يتم مراجعه في مقترح قوي يعني مقدم من كليه الهندسه، مقدمين مقترح قوي جدا يعني. فهوبفلي ان الكلام ده يعني يتم البت فيه قريبا، لان هي فعلا غلسه قوي يعني، ان انت تبقى تاخدها اول مره ترم تامن وتخرجك مش معتمد على الماده في حاجه يعني وبتاع، ومش سنه نهائيه. وان هو طبعا انا مش هقدر اعلق على القرار بتاع اداره الكليه لو قرروا ان هم ما يدوهالكش يعني، او يخلوا لك انكمبليت، انا ما اقدر مش من حقي اعلق يعني. بس في نفس الوقت اللي انا مقتنع بيه ان هي يعني المفروض ان الدنيا المقترح ده يتم يعني، هوبفلي المقترح اللي بقول لك عليه ده الدنيا تمشي يعني. ايوه تمام دكتور، تمام. المقترح ده اللي مقدماه اداره البرامج المتخصصه، الاساتذه اللي ماسكين اداره البرامج هم اللي مقدمين المقترح ده لاداره الكليه، وهيتم عرضه في مجلس الجامعه، وتم يعني واظن ان هم وصلوه للجنه التسيير دي اللي هي الرئيس الجامعه بتاعتنا دكتور عصام الكردي هو ماسكها يعني، ان المقترح ده مهم يعني. دكتور هنعرف الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله هوبفلي يعني. بس كده ولا كده ذاكرها يعني، انت زعلان ليه يعني؟ لا انا بذاكر يعني. قصدي هي مش فارقه معاك، انت خلاص ذاكرتها ووصلت لاخر محاضره وبتحضر ومركز والكلام ده، فخلاص يعني انت ما عندكش مشكله اصلا. المشكله عند حد تاني غيرك يعني، انت نفسك اللي بيحضر قدامي ده واللي انا قاعد معايا ده ما عندوش مشكله انك وصلت لاخر محاضره، لكن المشكله عند الناس اللي اصلا ما بتحضرش، الناس اللي نايمه، الناس اللي مكسله، هي دي اللي عندها مشكله بقى، ان هم فجاه يقول لهم عندك امتحان او فجاه يقول له انكمبليت، فانت في الحالتين هيتفاجئ. لكن انت معانا والماده بالنسبه لك سهله، فخلاص يعني مش فارقه معاك خالص. هو بصفة عامة ما حدش يخاف من موضوع النجاح والسقوط، وما حدش يخاف من موضوع الانكمبليت والكلام ده يعني، هو يعني ظروف استثنائية للبلد اللي احنا فيها، وغالبا يعني الموضوع هيكون ابسط من خيالك يعني ان شاء الله، او على الاقل في مادتنا يعني. احنا مش احنا ما فيش اي تحدي مع الطلبة يعني، مش اي تحدي معاكم يعني. وانا مش هحاول اشوف مين بيغش ومين ما بيغشش، بس فعلا هبقى يعني مش مسامح اللي بيغش، مش انا بقول اهو الكلام ده بتسجل، وهو انا مش هسامح اللي بيغش، اتفقنا؟ مش هحسبه عند ربنا يعني، مش الدنيا ممكن ما اعرفوش اصلا، ممكن يبقى صاحبي بعد كده، ممكن يجي ياخد معايا مواد ويدرس معايا ويبقى زي الفل بعد كده، هو حر، بس انا مش همسامحه في الماده دي. يلا كفايه كده عليكم النهارده، ونشوفكم ان شاء الله برضو يوم الاثنين كده الساعه 11، ويبقى عندنا محاضره الفيجن. الحمد لله الوقت معانا براحتنا يعني، عشان فرصه اللي ما كانش مذاكر يلحق يذاكر ويحط ايده ويمشي الدنيا. انا هقفل بقى المحاضره دلوقتي. اوكي تمام. يلا السلام عليكم، موفقين يا شباب، كل سنه وانتم طيبين.